مشاهدين الأعزاء، نقدم لكم في هذا الفيديو أفضل 5 هواتف بسعر أقل من 2000 جنيه، أي أقل من 128 دولار أمريكي، ومقارنة بالصور والأسعار والمواصفات. تصاعدت الحرب التجارية بين شركات الهواتف الذكية إلى حد إغراق السوق بهواتف جديدة بشكل يومي دون أن تحمل جديدا حقيقيا. وأمام هذا الجنون بات المستهلكون في حيرة شديدة بسبب اتساع مساحة الاختيار والتشابه الشديد والتقارب في الأسعار. إذا كنت تريد هاتفا بسعر اقتصادي ليس عليك اللهاث خلف طوفان إعلانات الشركات، فهناك هواتف عديدة تلبي لك احتياجاتك. هذا الفيديو يستعرض في هذا التقرير أفضل 5 هواتف يمكن شراؤها بسعر يقل عن 2000 جنيه اعتمادا على مؤشر قياس الأداء الخاص بشركة أنتوتو. نوكيا 5.1 بلس. على الرغم من طرحه للبيع في يوليو 2018، لا يزال هذا الهاتف يمثل أفضل صفقة لمن يريد أفضل قيمة مقابل أقل سعر. حقق هذا الهاتف 140 ألف نقطة على مؤشر أنتوتو ويباع بسعر 1700 جنيه فقط، ويمكن القول أنه الوحيد تحت سعر 2000 جنيه، ما يقارب 129 دولار أمريكي، والذي يمكنك من اللعب بكفاءة عالية. يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 5.86 بوصة ومعالج 80 نواة هيليو بي 60 بذاكرة داخلية 32 جيجا وذاكرة عشوائية رام 3 جيجا، ويتميز بتصميم زجاجي كامل من الأمام والخلف وكاميرا خلفية ثنائية 5.13 ميجا بكسل وأمامية 8 ميجا بكسل، ويتميز بوجود مستشعر للبصمة في الخلف والبطارية 3060 ملي أمبير. شاومي ريدمي A8 طرح للبيع في مصر قبل نحو شهرين فقط، وحقق الهاتف 95 ألف نقطة على مؤشر أنتوتو ويباع بسعر 1749 جنيه فقط، أي ما يوازي 111 دولار أمريكي. يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.22 بوصة ومعالج 80 نواة سناب دراجون 636 بذاكرة داخلية 32 جيجا بايت وذاكرة عشوائية رام 2 جيجا بايت. البطارية بسعة 5000 ملي أمبير هي نقطة القوة الأساسية والتي تدعم الشحن السريع. ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية 12 ميجا بكسل وأمامية 8 ميجا بكسل، ويفتقر الهاتف إلى وجود مستشعر للبصمة. سامسونج A10 طرح للبيع في مصر قبل نحو شهرين فقط، وحقق الهاتف 95 ألف نقطة على مؤشر أنتوتو ويباع بسعر 1879 جنيها فقط، أي ما يوازي 120 دولار أمريكي. يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 5.7 بوصة ومعالج 80 نواة سناب دراجون 439 بذاكرة داخلية 16 جيجا وذاكرة عشوائية رام 2 جيجا. البطارية بسعة 3000 ملي أمبير. ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية 2.12 ميجا بكسل وأمامية 5 ميجا بكسل، ويفتقر الهاتف إلى وجود مستشعر للبصمة. هواوي Y6S طرح للبيع في مصر قبل نحو شهر واحد، وحقق الهاتف 86 ألف نقطة على مؤشر أنتوتو ويباع بسعر 1977 جنيه فقط، أي ما يوازي 126 دولار أمريكي. يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.9 بوصة ومعالج 80 نواة ميدياتيك هيليو بي 35 بذاكرة داخلية 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية رام 3 جيجا بايت، وهي نقطة القوة الأساسية. البطارية بسعة 3020 ملي أمبير. ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية 13 ميجا بكسل وأمامية 8 ميجا بكسل، ويتميز الهاتف بوجود مستشعر للبصمة في الخلف. نوكيا 3.2 طرح للبيع في مصر قبل نحو سنة كاملة،
وحقق الهاتف 80,000 نقطة على مؤشر أنتوتو. يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.26 بوصة ومعالج رباعي أنوية سناب دراجون 429 بذاكرة داخلية 32 جيجا بايت وذاكرة عشوائية رام 3 جيجا بايت. البطارية بسعة 4000 ملي أمبير، ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية 13 ميجا بكسل وأمامية 5 ميجا بكسل. ويباع الهاتف بسعر 1925 جنيه مصري، أي ما يوازي 124 دولار أمريكي. ويتميز الهاتف بوجود مستشعر للبصمة في الخلف. في نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك دائما كل جديد. شكرا لحسن مشاهدتكم.